اعترضت قوات الدفاع الجوي للتحالف العربي صاروخا باليستيا اطلقه الحوثيون باتجاه المملكه العربيه السعوديه. واوضح المتحدث الرسمي باسم التحالف تركي المالكي ان الصاروخ اطلق بطريقه عشوائيه من داخل الاراضي اليمنيه باتجاه مناطق اهله بالسكان في مدينه الرياض، مشيرا الى ان عمليه الاعتراض لم يسفر عنها اي اضرار او خسائر بالارواح. لفت المالكي إلى أن إطلاق الصواريخ الحوثية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفة للقانون الدولي الإنساني، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات جدية وفعالة لوقف ما سماه الانتهاكات الإيرانية بنقل الأسلحة البالستية إلى الحوثيين. انفجار عالي كتير، بس انفجارين كانوا متلاحقين مع بعض، انفجار عالي وانفجار بعد كده اوطى منه صوت شويه، بس وطلعت فوق على السطح زي الناس التانيين، شفنا شيء دخان بسيط طبعا، لان لما طلعت من تحت لفوق كان يعني راح معظمه شويه.